من أجل الموسيقى والفن فقط يستكمل عازف الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية تدريباتهم في صالة يغطيها الغبار رغم عدم تقاضي رواتبهم منذ 8 أشهر. ويسعى مايسترو الفريق الموسيقار محمد أمين عزت في دب روح الحماسة في الفريق الذي غادر ثلثه بعدما توقفت رواتبهم رغم قلته، وذلك في إجراءات لمكافحة الفساد في البلاد. احنا بنروح مع الظروف لنحضر، مو نحضر لغرض انه بقيت تجي راتب، نحضر لانه خوفنا على هاي المؤسسة ما بدها تسقط، ما بدها تسقط حتى لو ماكو راتب. وبسبب الإجراءات الأخيرة لن يتقاضى العازفون أجرا سوى من ليس لديهم وظيفة أخرى في القطاعات الحكومية. ويواجه الفريق مشكلات أخرى منها أزمة انقطاع الكهرباء، ولكنهم يواصلون العزف باستخدام إضاءة هواتفهم المحمولة لأنهم لا يملكون مالا كافيا حتى يشتروا وقودا لمولد الكهرباء. وتأسست الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية عام 1970 وعاشت اضطرابات وحروبا كثيرة وحصارات دولية، ولكن ذلك لم يمنعهم من العزف ولم يثنيهم عن الإيمان بشغفهم، إلا أن معظمهم مصاب بالإحباط. أني ووالدي نعزف بالأوركسترا، يعني إحنا مصدر الدخل للبيت، يعني أني ووالدي، فهذا الشيء جدا أثر علينا. فيعني واحد يقدر بس مجرد يقدر يتخيل أنه شون مثلا عائلة بدون يعني 7 أشهر بدون راتب، يعني فكلش صعب، يعني بدنا نمر بوقت صعب انه نقدر نمشي العيشة مالتنا. ما راح نسمح لاحد يوقف حضارتنا ووجودنا، ان الاوركسترا هي وجودنا، الموسيقى هي ثقافتنا وجودنا كعراقيين مثقفين. في حالة انه لا سامح الله توقفت الاوركسترا ما راح نتوقف. وتستعد الفرقة التي تتكون من 40 عازفا لحفل سيقام على المسرح الوطني في بغداد يوم 18 من أغسطس الجاري.